السفرات هذه وعمله بالتجارة واحتكاكه وجلسته في الكويت وملازمته لوالده الجد محمد ساعدت في تكوين شخصيته وتوسيع مداركه. الشيء هذا أساس لعمله في خدمة الملك عبد العزيز. التجارة هذه استغلت في تأمين السلاح وتجارته ودكانه في البصرة. استغل في تأمين السلاح الملك عبد العزيز في أوائل نشأة الدولة السعودية. عرفان الملك عبد العزيز دقته في اختيار رجاله واهتمامه في معرفة مهاراتهم وخبراتهم للاستفادة منها وتوظيفها في المكان الصحيح والمهمة الأفضل في مسيرة التوحيد. وكان لابن معمر المهارات والقدرات التي تجعله أحد خيارات الملك عبد العزيز.